شغل السسبنس اللي انت عاملاه لي ده فيه ايه يا مامي؟ اصلا مش قايله لحسام ان انت بابي منفصلين، ولو عرف ممكن الجوازه تبوظ. طب فيها ايه؟ عادي، انت بتتعلمي مننا ولا ايه؟ مش قصدي يا مامي، بس انا قصدي يعني ان انت تبقي لطيفه مع بابي تعدي الليله بس. حاضر يا ستي، بس على شرط ما يتكلمش معايا خالص ولا كلمه، ولو عايز يتكلم معايا يطلبني على الواتساب. حاضر يا ستي، عليا انا هقول له مش هكلمك خالص. انا بعمل كده عشان خاطرك انت بس. بس يا ماما مش تعرفي انا بحبك قد ايه. يا عثمان يا عثمان، اهلا اهلا زياد حبيبي، وحشتيني جدا 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 جدا. وحشتيني يا ماما. حبيبي حبيبي، سبحان الله، الولد بيحبك اكتر من مامته. طبعا التيتا والد. يا واد يا بكاش، انت فين يا واد من ساعتها؟ ازيك يا هاله؟ الحمد لله. عامله ايه يا طنط؟ كويسه. عاملين ايه؟ بصي تيتا هتديك فلوس. بص اوبا، خلي بالك من بدري. حبيبتي جنبي، اقعدي جنبي. كميله يا اختي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله يا ماما. ايه ده؟ وريني وريني. ايه ده؟ هي دي البدله اللي هتلبسها في خطوبه اختك؟ مالها البدله؟ ما زي الفل اهي. البدله اللي حضرتك بتتريقي عليها دي يا ماما كان لابس اختها اميتاب باتشان والاستاذ سامح السريتي او الاستاذ احمد فلوكس، مش متذكر، ما كنت شايفهم في المهرجان قوي. دي بدله زباله على دماغك. انت ليه يا ماما بتتعاملي معانا انا اسير حرب؟ ازاي يا طنط؟ دي ألاموت. ألاموت؟ دي بدله تحضر بيها خطوبه اختك؟ ده انت مفروض بدل ابوك الله يرحمه. ايه؟ هو بابا مات؟ ما قاليش رسميا لسه، بس انا اعتبرته مات خلاص. انت لازم تلبس بدله سودا. لا 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 لا، مش هيلبس غير البدله دي. ولا ايه يا عمرو؟ طبعا يا روح عمرو، يا قلب عمرو العسل ده. طبعا يا روح، مش هتلبس غير البدله السودا. طبعا يا ماما. لا هتلبس دي. طبعا يا روح، مش هتلبس غير البدله السودا يا عمرو. مش هلبسها يا ماما، حرام عليكي. ولد انت ما بتسمعش كلامي؟ اه حرام عليكي بقى. عارفه ليه؟ عمرك ما عملتلي سندوتش جبنه بالزيتون وانا رايح المدرسه، ولا حتى سندوتش بيت بالبسطرمه. ليه؟ خد يا عمرو زبادي وخيار. زبادي وخيار ايه؟ وانا رايح افتح بشرتي كل اصحابي في المدرسه بيتنمروا عليا، يقولوا لي عمرو زبديه. انا عمرو زبديه؟ لا، عشان امي مفتريه جبروت امرأة. انا يا واد مفتريه؟ اه. ما كنتش بعمل لك سندوتشات حلاوه؟ نمرود زي ابوك الله يرحمه. هو مات تاني؟ مات تاني؟ ما بتموتين انت براحتك. خلاص هتلبس البدله دي وخلاص. طبعا يا روحي هلبسها، اصل هي ماما فانا لازم اريحها. انت اللي باقيالي يا قلبي. يا روح قلبي انت ما بتسمعش كلامي يا ولد؟ بتتحداني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فين تيتا تنقذني من العذاب اللي انا فيه ده؟ رب يا خايبه للغايبه. يا تيتا يا عسل، ايه الترنجات الحلوه؟ لعيب الجمباز يا اخواتي. لا يا شيخ، انت فين يا واد بقالك مده؟ وحشاني يا توت، انت فاكراني جاي اشوف ماما؟ ايوه، كل بعقل حلاوه، كل بعقل حلاوه. انا جاي اشوفك انت يا توت يا عسل. يا شيخ يا وانطجي، اتعلمتها منك انت السورس. اه يا قليل الادب، محدش رباك. تيتا رهيبه. ازيك يا هاله؟ الحمد لله. عامله ايه يا طنط؟ الواد عامل ايه معاك؟ لا زي الفل. مين دول؟ ده المفروض ابني، ودي المفروض مرات ابني، ودي المفروض ماما، بس هي متقمصه شخصيه حماتي. اوه لا لا،